أشرف العرب والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد سيد العرب والعجمي محمد أمري المحافظ المدينة العتيقة بن القيروان المعهد الوطني للتراث المولد النبوي الشريف حتى في الأيامات العادية بالنسبة للجامع الكبير لعقبة بن منافع هو وجهة لكل الزوار والزائرين. الجامع الكبير لعقبة بن منافع مهم على المستوى التاريخي وعلى مستوى يعني كمعلم مسجل تراث عالمي، وهو مرتب في المرتبة الرابعة على مستوى المساجد الكبرى ذات الصبغة يعني التاريخية. هو في الحقيقة تحفة فنية وهو أيقونة العمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي، ويعتبر متحف في هواء طلق يعني ميوزي أسيال أوفير. كل يعني الفترات التاريخية تجسد يعني في الجامع عقبة ابن نافع ابتداء يعني من القرن التاسع، اعتبار أنه الجامع اليوم يعود في هيئته الحالية إلى تلك الفترة القرن التاسع، ولكن المنارة بالأساس هي أقدم الوحدات المعمارية التي تعود إلى القرن الثامن الميلادي، والتي أقامها بشر بن صفوان يعني في بداية القرن الثاني هجري. نحن توا بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم في مقام سيد صاحبي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي نلتقى احتفالات في المولد النبوي الشريف ونلتقى المسابقات في الإرشاد الصوفي في السلميات في المدايح والأذكار في ترتيل القرآن، والحمد لله هذا المكان مقدس ومكان طيب ومكان طاهر، واستقطب زيار واستقطب ضيوف من كامل أنحاء الجمهورية من البلدان الشقيقة والصديقة الجزائر وليبيا والمغرب ومن مصر زيادة وصلى عليه تبارك الله، يجيوا زيار لنا يستغلوا الفرصة بمناسبة مولد النبي الشريف، تبارك برسول الله وتبارك بصحابة رسول الله، احتفالات المولد ويفتخروا بالمولد وعندهم المولد شيء مقدس عندهم. ليش القروين هي مركز الاحتفال بالمولد؟ بالفعل المركز خدروا فيه الصحابي، يقولوا المولد يقولوا القروين يقولوا القروين يقولوا سيد صاحبي، تقع لنا دي من احتفالات بالقيروان وفي المقام هذا بالذات لصحابة رسول الله خاطر مدفون الصحابي مدفون في المكان هذا. أنا خديجة الزقناني من القروين، نخدموا الحايك نخدموا الحايك نخدموا على البلاو نخدموا على الفخار نخدموا كل شيء، معناتها الضرابي نعملوا كل شيء. اي والمولد المولد معناتها نحتفلوا به، نعملوا العصيده البيضه نعملوا عصيده تاع زقوقو نعملوا الحلو وقت اللي وحده نعملوا ديارنا نحلوه مبيض وندهنوا وريقلوا لك العباد اللي يجيونا كانوا يجيونا قبل توا هانوا شوي شوي مش كيما قبل، وذو معناتها ديما دارنا محلوله. أمي ما أمي زنزنية كانت تخدم قبل في الزرابي ديما تطبع أمي بجوز توابع طبع لول ديما هكا في المولد التقليدية نخدمو في على البلار نخدمو على الحايك نخدمو معناتها على الفخار نعملو في الزرابي نعملو في برشا حاجات. أي المولد تخرج السلعة أي تخرج السلعة في المولد كم في المولد تخرج وبعد المولد تقل شوية تولي معناتها قليلة شوية، علاش خاطر ما فماش ينتاج برشا خاطر يجيونا من الخارج يجيونا من الكل ياخذوا السلعة. نسمي على المولد قروي نسمي على المولد من 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 ناحية الدنيا من قبل من قبل نسمي على المولد قروي. فما جو حفلات وفما كل أغاني وفما كل سلامية وفما كل شيء، والعباد يجيو من برا ويفرحوا والكل يبداو قاعدين والبرا وفي الشارع وياكلوا ويشربوا ما يهمهمش صاحب الجاه والدنيا والجمع الكبير ويبداو قاعدين غادي، معناتها تحس نكهة أخرى نكهة نتاع مش كيما في الأيام كيما في المود. هاي تفضل تعرفوا عليك. هيا عسليمة ومرحبا بكم، أنا نجيت السكت من القروي حرفية في الحايك. احنا قبل في المولد قبل ما يجي المولد بجمعة
تلقانا نبيضوا ديارنا، ندهنوهم، نحضروا رواحنا، نعملوا لفاحات، نبداو فرحانين برشا للمولد باش يجينا وباش تجينا العباد. كانت تجينا برشا عباد قبل يجيوا للمولد، نفرحوا بهم، نحلوا لهم ديارنا. الناس الكل كانت تحل ديارها، كانت الديار الكل تبدا محلوله والديار كلها تفرح بالزياره اللي يجي. واحنا مالي البلاد عمرنا نسينا لا نخرجوا لا ندوروا لا حتى نبداو قاعدين في الدار نحضروا الماكله للزيار. اما كي نفرحوا بالزيار نعملوا لهم العسيد تزقوق، اما الصباح قبل ما نقوموا نهار المولد البخور والسلامية تتحلت في الراديو والرجال يخرجوا عنا. احنا اللي رجالنا تبدا في الاحوانت، الرجال تمشي تبيت في الاحوانت بحضر رجالنا، وليله المولد ما يسكروش بالكل، تلقى الاحوانت الكل محلوله في البلاد العربي والرجال الكل يباتوا في الاحوانت نتاع رجالنا. واللي حتى اللي ما عندناش اللي ما عندوش معناتها حانوت يحل داره ويدخل الزيار ويمشي وكي الزيار الكل يدوروا في القروان يشريوا المقروض. كان عندنا احنا المقروض، عندنا النحاس وعندنا الزربيه، هذوما الحاجات الصناعات التقليديه نتاع القروان. واللي احنا كنا قبل انسانه تخدم الزربيه في الدار، وعندنا رجالنا يخدموا النحاس ويجيو الزوار ياخذوا زهاز بناتهم زهاز اولادهم من القروان، ياخذوا طاقم النحاس كامل، ياخذوا الزرابي من القروان وياخذوا الحلويات اللي هي احنا حلوياتنا المقروف. احنا في المولد بقدرة ربي نخدموا على رواحنا، المنتوج متاعنا نسوقوه، نخدموا بالبداية في المولد. الحقيقة يجيونا برشا من برا، يجيونا من كل أنحاء البلدان العربية، يجيونا من الجزائر، من المغرب، من السعودية، وياخذوا الحقيقة الصناعات التقليدية، ياخذوا الحايك، ياخذوا النحاس، ياخذوا الزربية. هذيك احنا القروان باش مشهورة، بخصوصك في المولد الحاجة هذية تخرج لنا بالبداية. بعد المولد الحقيقة نلقاو صعوبات كبيرة في المنتوج متاعنا. طارق العلاني، تاجر بالصناعة التقليدية بالمدينة العتيقة بالقيروان، مسرحي بالأساس هواية في جمعية قدماء المسرح بالقيروان. على كل حال القيروان تفتح أبوابها كما كل سنة لاستقبال الضيوف في المولد النبوي الشريف، والاستعداد يكون معناها تقريبا لأشهر معناها موجودة، والقيروان تستعد استعداد خاص على هذاك. السكان بتاع القيروان يستعدوا استعداد خاص، ومن جملة الحاجات أنه الناس تحل ديارها حتى للضيوف على أساس أنه ضيف ضيف كي يقعد الشتاء والصيف. والشيء نعرفوه في القدم أنه العلماء والأئمة والشيوخة يجيوا للقيروان ويبدأوا الناس عارفينهم، والأسواق تكون في أبهى حلة.